الأهلي يبدع ويمتع في الشوط الأول ويتقدم على إنبي بثلاثة أهداف نظيفة. الهدف الأول لحسين الشحات والثاني لمحمد شريف والأروع لعمرو السولية. شوط متميز. فاصل ونرجع نتكلم مع ضيوفنا عن أحداث الشوط الأول. أرجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شفنا استحواذ وسيطرة والمرة دي ترجمة حقيقية للفرص اللي وصلت النادي الأهلي. الحمد لله، ثلاث اهداف كويسين جدا، رؤيه، تحركات، كل اللي نفسك فيه تقدر تقوله في الهاف تايم الاولاني. زي ما يكون احنا واللاعبين والجهاز الفني بنتكلم جمله واحده، استغلال الفرص. وكنت تقدر النهارده كمان في فرصتين ثلاثه برضو كنت تقدر تاكد نتيجه كبيره قوي في الشوط الاولاني. زي ما الكليه الاولانيه دي التحركات الاماميه، لا يعني مش لازم انت ما تلعبش كره طويله، لا في كره طويله بتعمل ثغرات بتضرب الناس اللي هي ضمه الثلاثه دول اللي انت شايفهم الوقفه بتاعتهم مش مظبوطه. الشحات متعود ان احنا نلاقيه في الحته دي. اتكلمنا عن الشحات وعن قفشه انهم بيعملوا حاله تبادليه مع محمد شريف، ودي كانت اول بص في الجول ده 30 ثانيه لعيب ثلاثه كلهم بيجروا وشهم على الجول. طبعا بس انا هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، كانت الهجمه دي اصلا من عند نص ملعبنا احنا من عندنا، فممكن يكون في طرف باك رايت طالع بداخل عند نص ملعب، انما حاله ان هو بيلعبوا 3 4 3 دي يعني على حسب الشكل، يعني انا اعتقد ان هم بيلعبوا 4 3 3. فمبروك الاداء اللي انا شايفه في الاول هاف تايم ده. الكره بقت خلاص في ملعب لعيبه النادي الاهلي. مش هقول لك الجهاز الفني، لا، لعيبه النادي الاهلي هي لازم تحافظ على الاداء والضغط وتزود النتيجه دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن علاء، نتيجه طبيعيه جدا بالنسبه لاحداث الشوط الاول. طبعا، والحلو ان انت اول فرصتين استغلتهم كويس جدا، استغلال الفرص دي اهم حاجه. ممكن زي ما حصل كده دايما ايمن في بدايه المباريات، الوقفه نفسها بتاعه اللعيبه مش مظبوطه قوي، زي ما حصل في الهدف الاول اللي احرزه النادي الاهلي، لسه الناس حتى مش واقفين في مكانهم صح. كان كريم فؤاد كان طالع في نص الملعب، ده كريم البكرايت الباك ليفت مش مغطي خالص، لسه الناس تحس ان هي بتقول لسه فاهمني. لكن هدف، والهدف الثاني حلو قوي، يعني الشحات يعني الثغره اللي موجوده على طول بين المساك وبين مصطفى ديودار موجوده اكتر من مره، اللي هي بين المساك وبين الباك ليفت نفسه موجوده بكثره كتير جدا 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 في المنطقه دي، والنادي الاهلي يحسب لهم ان هم لعبوا عليها كويس قوي، استغلوها كويس فعلا، وضيعوا فرص منها حتى بعد الهدفين. دي اتكررت كذا مره، اتكررت وكمان مع محمد مجدي، واتكررت كمان مع كهربا. هم مستغلين المكان ده كويس قوي. التغطيه اللي بيعملها ابراهيم القاضي ورامي صبري سيئه الاثنين، وكويس قوي النادي الاهلي يعني استغل الاخطاء دي بهدفين. الهدف الثالث طبعا هدف حلو قوي قوي قوي، الناس بتفكر كويس، وحاجه واضح انها حاجه متفق عليها، مدربين عليها، متفق عليها طبعا. وعمرو السليح حاطط رجله كويس قوي، هدف حلو قوي. ثلاث اهداف حلوين قوي. نتيجه طبيعيه جدا للشوط الاول والاستحواذ الكامل للنادي الاهلي. برجو ان شاء الله الشوط الثاني يبقى ما يقلش عن كده، ان ما عندوش حاجه يخسرها اكيد. صحيح كابتن اسامه، شوط متميز للنادي الاهلي، وشفنا استغلال جيد جدا للفرص. ما شاء الله، يعني الدقيقه ما كملتش دقيقه 34 ثانيه، وبعدين في الدقيقه 2 هدفين. مظبوط. الفرقه انبي عندهم رامي صبري النهارده في بطء شويه، وفي عدم تغطيه كويس مع مصطفى ديودار اللي هم الظهير الايسر زي ما كباتن في ثغره جامده في الهدف. يعني كورتين بتلعبوا طويل في ظهرهم، بيسبق مره حسين الشحات ومره شريف. وبعدين في الطبيعي انك انت لما بتحاول تطلع تضم لقدام المدافعين على الاوفسايد جيم، مفروض محمود جاد يبقى قريب شويه من نقطه البنالتي او ال 18، لكنه كمان متاخر قوي تحت. فحسين الشحات استغل الكوره كويس قوي قوي من رامي ربيعه، ثم شريف نفس الشيء من كرة طويلة. المفروض هم متقدمين كده لازم الجون يبقى على 18 او عشان المساحات دي، هو متأخر قوي تحت. فهدفين حلوين جدا، ثم الهدف الثالث النادي الاهلي رتمه سريع جدا وسهل يحرز اهداف تاني، وخاصة لو لعب لعيبة كمان عندها سرعات مع شريف زي صلاح محسن زي بواليا ممكن جدا، لان هم مندفعين قوي لعيبة انبي. فالنادي الاهلي مقدم شوط حلو وقدر يستغل الفرص كويس ان شاء الله. نرجو الاستمرارية. كابتن احمد، انت اتكلمت الشوط الاول سريعا كده قبل ما نبتدي، وقلت ان شاء الله الاهلي يحسمها بدري من الفرص اللي تجيله، وفعلا ده اللي حصل. وبعدين اتكلمت كمان على نقطه مهمه، حته الكره الثابته، فلقينا الجول الثالث كمان كره متفق عليها وجول ولا اروع. طبعا مهم جدا الاهلي النهارده، يمكن استغل حاجتين مهمين جدا، استغل الفرص اللي اتيحت ليه،
ودي حاجه ايجابيه جدا، وهي دي اللي ريحت المباراه وفتحت الجيم بالنسبه للنادي الاهلي، ادتك ثقه، خليتك انت راكب الجيم من اول اخره. استغل الحاجه الثانيه، النقطه اللي اتكلم فيها الكباتن، ان عندك في نقطه ضعف لازم تشتغل عليها. طالما في نقطه ضعف موجوده عند الخصم لازم اشتغل عليها، دي اللي اشتغل عليها لعيبه النادي الاهلي واجادوا فيها بشكل كبير جدا جدا. كان المنطقه اللي ما بين مصطفى ديودار وما بين رامي صبري او ابراهيم القاضي، الحته ما بين الباك ليفت وما بين السنتر باك دايما على طول في مساحات فيها. انت بتلعب باك ليفت او ام بي بيلعب باك ليفت بستايل او بطريقه لعب الهاف، مظبوط، يعني كانه بيلعب ثلاثه في الخط الدفاعي، بيلعب باك ليفت، بيلعب اربعه، لكنه اداؤه هجومي زياده عن اللازم، سايب مكانه دايما. حتى في الهدف الاولاني الكره الطوليه هو ما كانش موجود، كان موجود في الحته اللي قدام، ما كانش في تغطيه، عشان كده حسين الشحات راح لوحده. فانا بحيي لعيبه النادي الاهلي دي عليها بشكل كبير، لانك انت لما تتاح لك فرصه انك تستغل الخطا اللي موجود عند الخصم لازم تستغله، حتى لو تكرر الاستغلال اكتر من مره، حتى لو حاولت تسجل منه اكتر من 5-6 اهداف. النهارده الاهلي حتى بعد الثلاث اهداف في فرص برضو اتيحت من نفس المكان من الحته اللي موجوده دي، لو استغل النادي الاهلي بشكل كويس الحته دي. تاني الشوط الثاني لو ما حصلش تغيير من فرقه انبي، اعتقد الاهلي ممكن يسجل هدفين وثلاثة من نفس المكان. يعني المباراه انتهت كلينيكيا، اعتقد من وجهه نظري الاهلي طالما تسيد المباراه يبقى من وجهه نظري انتهت كلينيكيا باذن الله رب العالمين. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله، تمنياتنا له بالفوز باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه المباراه، ارجوكم انتظرونا.